النهارده هنتكلم على 10 اخطاء لو انت مهندس مبتدئ ما تعملهاش عشان ما تضيعش سنه كامله من عمرك في كلام فارغ زي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شباب معاكم ايمن محمد يوسف في حلقه جديده من 5 برمجه. النهارده هنتكلم على 10 اخطاء لو انت مهندس مبتدئ ما تعملهاش عشان تتفادى وقت كتير وتبدا صح او تشتغل صح. هي نصايح كلها للشغل اكتر من التعلم يعني. فايه هما الاخطاء دول؟ بس قبل ما نبدا ندخل نتكلم في الموضوع افكرك بحاجه مهمه. اي لينك او اي حاجه او اي موقع انا هقوله في الحلقه بتاعت النهارده هتلاقيه تحت في الديسكريبشن في موقع بتاعنا. ادخل وشوف المقال كامل وادخل وشوف اللينكات اللي انا هقولها في الفيديو ده. في الحاجه الثانيه اللي انا باكد عليها على طول، لو انت شفت اي فيديو في القناه وعجبك وعايز تساعد القناه شيره لاصحابك على الفيسبوك، لان كده خوارزميه هتفهم ان المحتوى بتاعي مفيد. ومش هفكرك طبعا اعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات وتعالى من غير كلام كتير نبدا. اول خطأ انت اول ما تبدأ تشتغل بتقع فيه هو الخوف. والخوف ده على قد ما هو يبان ان هو خطأ يعني مش فني على خطأ نفسي اكتر حاجة، ولكنه حاجة مهمة جدا. فكرة الخوف من التحديات الجديدة او التقليل من شأن قدراتك انت كمبرمج او انت كمهندس ده شيء طبيعي. فشغلنا اساسا بيعتمد على التحديات، ولكن لازم يبقى عندك فكرة مهمة جدا، وهي ان بالرغم من ان احنا معظم الاوقات بندخل في شغل احنا مش عارفين هنعمله ازاي مثلا، او نقدر نكسكيوت الفانكشن دي او نقدر نعمل امبلمنتيشن للفكره دي ازاي باي كودنج يعني، ولكن بنعملها في الاول وفي الاخر. فدي هنا نقطه مهمه، البحث بذكاء. ازاي تقدر تتعلم تبحث بذكاء عن الحلول وازاي تستخدم النولج اللي عندك بكفاءه. ده هو اللي هيخليك يعني نوعا ما بالرغم ان انت خايف من التاسك الجديده اللي عليك او المهمه الجديده اللي انت داخلها، الا ان انت مطمن ان انت هتعرف تعملها في الاول وفي الاخر. الحاجه اللي بعد كده وهي الكود اللي منعكش، ميسي كود. طيب الميسي كود او الكود المنعكش يعني انت الكود بتاعك يبقى داخل في بعضه ومش مترتب بتنظيم معين. طبعا دي الطريقه دي اسمها سباكيتي كود، وانا محترف سباكيتي كود لو اي حد بيتفرج عليا يعرفني معرفه شخصيه. المهم الفكره بتاعت السباكيتي كود، بالرغم ان الكود بتاعك ممكن يبان ان هو سباكيتي، ولكن سباكيتي ده مصطلح برمجي يعني احنا بنستعمله كتير في سوق العمل، هو الكود اللي داخل في بعضه زي المكرونه السباكيتي كده. الكود المنعكش ذات نفسه ما تعرفش والله فين المين، فين الفانكشن دي بتعمل ايه. وانا كنت بكتب سباكيتي لفتره كده ولحد دلوقتي بكتب سباكيتي في بعض الاحيان، ولكن حاول تخلص من العاده دي، حاول تخلص من العاده بتاعت ان انا اكتب كود ملخبط وداخل في بعضه. حاول امسك ستراكشر معين اشتغل بيه، هيسهل عليك الشغل كتير وهيخلي اي حد عايز يقرا الكود بتاعك وعايز يعمل له مينتين بعد كده، او انت نفسك عايز تعمل مينتين للكود بتاعك بعد كده هيبقى بسهوله. وفي كتاب اسمه كلين كود، الكتاب ده مهم جدا انصحك تقراه يعني، كان بيتكلم على اهميه الكود بتاعك يبقى نظيف، ده هيفيدك جدا في عمليه المينتين. وكان ذكر في الكتاب ده قصه لذيذه قوي عن شركه من كتر ما الكود بتاعها كان منعكش وكان بادينه بطريقه غلط، اساسا هم عمالين يضيفوا فيتشرز كل شويه يضيفوا فيتشرز على الكود بتاعهم. بعد فتره من الزمن الكود بقى غير قابل للتعديل وغير قابل للصيانه اساسا، فده وقع الشركه كلها. كان ذكر القصه دي في تاني شابتر من الكتاب، انصحكم يعني تحملوه وتشوفوه، هسيبها لكم تحت في الموقع بتاعنا ادخل شوفوا. الحاجه اللي بعد كده عدم الانتباه لللور كيس والابر كيس. طيب معظم لغات البرمجه زي ما احنا عارفين بيبقى عندها سنسيتيفيتي كده للسنتكس بتاعها. اللور كيس والابر كيس هو يعني الكابيتال والسمول من الاخر كده. الكابيتال والسمول معظم اللغات بتبقى حساسه جدا. في بعض اللغات لو انت حطيت الحرف الاول كابيتال وهو كان سمول في الاساس يستدعي لك فانكشن ثانيه وتلاقي الكود بتاعك فيه غلط وانا مش عارف من فين. هو انت عشان ما خدتش بالك ان الفانكشن دي مثلا بتبدا بكابيتال مش بسمول وهكذا. في التسميه، في يعني حاجه الناس كلها بتسمي بيها، اي حد شغال في سوق العمل غالبا عارفها، هي اسمها الكامل كيس اللي هي صيغه الجمل او الناقه. دي بتبقى عامله كده اللي هو بتبدا، او لو انت عندك فاريبل من كلمتين عايز تسمي فاريبل من كلمتين الحرف الاول كابيتال، بتعمل الحرف الاول كابيتال وباقي كله سمول اللي هو شرطه من تحت كده، وبعد كده الحرف الثاني كابيتال وباقي كله سمول زي جمل كده سنام الجمل. استخدم الصيغه دي هتسهل عليك كتير ومشهوره جدا. دي هتتفادى ان انت شكل او اسم الفاريبل يبقى نفس اسم فانكشن تبع لايبرري معينه في الكود بتاعك، ان مفيش لايبرري بتسمي بالطريقه دي يعني حاجه متعارف عليها، فمعظم اللايبرريز ما بتسميش بالطريقه دي. فانت لو سميه بالطريقه دي هتقدر تتفادى ان انت تعمل اسم فاريبل يبقى نفس اسم فانكشن عندك في الكود بتاعك او في اللايبرري بتاعتك. الحاجه الثانيه باد فاريبل نيمز اند فانكشنز، الاسماء المتغيرات السيئه واسماء الدوائر السيئه. طيب
دي حاجة أنا برضو كنت بعملها لمدة فترة طويلة، سنة أو سنتين، إن أنا بسمي الحاجات، يعني بكتب أسمي أسماء الفاريبل إكس واي زد، أيمن محمد مش عارف إيه بتاع، بسمي أسماء فاريبل كده. وده ينفع لو أنت عايز تنجز وكود صغير، بس لما الواحد دخل في سوق العمل وشاف الأكواد اللي بتبقى 2000 سطر 3000 سطر، أنا برجع بقى مش عارف الفاريبل ده إيه. فأنت لازم تستعمل حاجة اسمها ديسكريبتيف فاريبل نيمز، اللي هو اسم وصفي يوصف الفاريبل ده بيعمل إيه، تمام؟ وحاول ما تخلوش كبير قوي، خليه صغير، يعني مثلا حاجه بسيطه كده توصف الفاريبل ده. واسم الفانكشن يا ريت برضو يبقى ديسكريبتيف، اللي هو وصفي، برضو اسم الفانكشن يبقى وصفي يوصف الحاجه دي بتعمل ايه. واستعمل كامل كيس اللي احنا قلناها في النقطه اللي فاتت، استعمل التسميه دي عشان تتفادى اي ايه ميس اندرستاندينج في الكومبايلر، يفهم والله دي فانكشن ولا دي بتاع. استعمل كامل كيس وحاول سمي اسماء وصفيه على قدر الامكان، مش كبيره، متوسطه الحجم، 5-6 حروف كتير. الحاجة اللي بعد كده هي المبالغة في كتابة الكومنتس، التعليقات اللي انت بتكتبها على الكود بتاعك. لو انت بدأت حتى في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج الاو او بي، فانت هيقول لك على طول يا معلم اكتب لي كومنتات على كل حاجة، اكتب لي كومنتات على كل فانكشن، والكلام ده نوعا ما لو ما تدخل سوق العمل هتلاقي انه كله عك. ما ينفعش كده، انت هتبوظ الكود بتاعك. اكتب كومنتات على قدر المستطاع، على اللي انت اللي يفهمك الدنيا ماشية ازاي. لو انت اساسا هتتعامل مع تيم والتيم بتاعك انت عارف ان هو مستواهم كويس ومش عارف ايه الكلام ده، مستواهم كويس وكده، فانت ما تبالغش في كتابه الكومنتات لان انت كده هتوهم. اكتب كومنت وصفي يوصف الفانكشن دي بتعمل ايه. لو انت حاسس ان الفانكشن دي مثلا عندها اوبريتورز كتيره مثلا او غريبه شويه، او متوقع ان المخرج بتاعها يبقى غريب، او متوقع ان هي بتعمل بيهيفير الفانكشن دي مثلا بتدي سلوك مش 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 طبيعي مثلا، او فيها غلطات او حاجه زي كده، اكتب الموضوع ده في سطرين كده او سطر واحد يبقى كفايه قوي. وايه الغلط اللي ممكن يبقى فيها؟ عندك فاريبل غريب متوقع منه بيهيفير او سلوك مش طبيعي، اكتب برده المعلومه دي في نص سطر. ما تزودش، ما تكتبش قصص. انا بلاقي اكواد ناس بتكتب لي 5 سطور كومنت على فانكشن من فوق، انا ملوش لازمه الكلام ده. فبلاش المبالغه في كتابه الكومنتات، وبلاش تقليل ولا مبالغه ولا تقليل، بس المبالغه هي اللي انا بشوفها اكتر يعني. بعد كده هو عدم المعرفه بالابيلتي بتاعه اللانجوج اللي انت بتكتبها. لازم تبقى عارف قدرات اللانجوج اللي انت بتكتبها، ايا إن كان انت تستعمل جافا سي بلس بلس بايثون، عيش يا معلم اي لغه انت بتكتبها من اللغات الكتيره المتاحه اللي انت متخصص فيها التكنولوجيا بتاعتك، لازم تبقى عارف قدراتها ايه. ودي انا كنت اتكلمت قبل كده في يعني سكراتش سيرفيس كده، خدشت السطح من فوق كده على الموضوع ده بالذات، وهو ان الناس بلاقي حد بيمسك لغه يقعد لي فيها شهرين ويقلب يشوف لغه تانية، وده غلط. انت يا دوبك كده دخلت الانترودكشن بتاع اللغه بتاعتك. عشان تقدر تكتب كومبلكس كود، تقدر تكتب كود معقد بتاع سنيورات بقى، كود معقد ده مش هتعرف تكتبه باللغه دي او باي لغه انت متمرس فيها حد ما تاخد فيها وقت. تعرف ازاي الخدعه بتاعتها، ايه القوه بتاعت اللغه بتاعتك، ايه اللي يفرق لغه عن لغه، الكومبايلر بتاع اللغه بتاعتك دي ايه مميزاته. ما هو الشركات دي يعني بتستثمر فلوس في الكومبايلر بتاعتها، فكل كومبايلر بيبقى ليه مميزات بتاع لغه معينه، بيدي في فانكشنز بتبقى سرعتها رهيبه في جافا، لو هي نفس الفانكشن بتاعتك تعمل لها اكسكيوت بسي بلس بلس هتلاقيها نجت معاك او ما عملتش الكفاءه اللي انت عايزها. ولو انت شغال في اي سيستم او شغال في ابلكيشن او شغال في بتاع، التايم بيبقى مهم جدا، والله بالملي سكند بيحاسبونا بالملي سكند. فخلي بالك في النقطه دي، اعرف القدرات الفول باور بتاعه اللانجوج بتاعتك، طول فيها شويه اعرف قدرات بتاعتها، هتلاقي ان انت بقيت سوبر باور يا معلم في الموضوع ده، بقيت سوبر بروجرامر في اللغه بتاعتك دي بالذات، وده هيعمل لك سعر كبير. وكان حد اتكلم في الموضوع ده، كان حسين البغدادي، مش مهندس، حسين البغدادي اللي هو شغال في مايكروسوفت، هو محترف بتاع سي بلس بلس، بدا جافا ودلوقتي محترف بتاع سي بلس بلس. كان اتكلم في النقطه دي ان انت الشركات الكبيره كلها، مايكروسوفت، اي بي ام، جوجل، مش عارف ايه بتاع، بيهتم بلغه واحده ويقول لك بص انا عايزك تنفخ اللغه دي، تفهم فيها كل حاجه. ليه؟ هناك اهم حاجه عندهم بيرفورمانس هو الاداء، فالاداء مش هيحصل لحد لما انت تبقى فاهم قدرات اللغه بتاعتك، قدرات المكاتب اللي فيها. فبالله عليك طول شويه في اللغه اللي انت بتتعامل معاها، حاول افهم قدراتها كويس. الخطأ اللي بعد كده وهو عدم التفرقه ما بين اللغه اللانجوج والفريم ورك. اللانجوج والفريم ورك، اللانجوج هي اللغه اللي انت بتكتبها، الفريم ورك هو اللي انت البيئه، الانفايرمنت، نقدر نقول عليها انفايرمنت، اللي هي بتكتب عليها اللغه بتاعتك. مجموعه المكاتب اللي بيوفرها لك البرنامج او الاديتور، او لا مش اديتور، بيوفر لك البرنامج او البيئه اللي انت بتسطبها على الجهاز عشان تقدر تكسيوت اللغه دي بطريقه كويسه. يعني بلاقي ناس رابطه جافا باندرويد ستوديو، هما بيشتغلوا اندرويد، بلاقي ناس رابطه مثلا سي شارب اللي هو فيجوال ستوديو،
ده افضل حاجه تشغلها سي شارب، افضل حاجه تشغلها الفيجوال ستوديو، عشان البيئه او الفريم ورك بتاع مايكروسوفت كله هو بيدعم الموضوع ده، حاطط لك اسطول من المكاتب اللي تقدر تسهل عليك الشغل. يعني بسي شارب لو عايز تشتغل فانكشنال بروجرامنج الموضوع بيبقى سهل، لان انت معظم اللايبراري بتاعت فانكشنال بروجرامنج في الانفايرمنت بتاعت او في الفريم ورك بتاع مايكروسوفت كويسه جدا وشغاله بطريقه كويسه. فالفكره لانجوج حاجه والفريم ورك حاجه، ينفع انت تشغل لانجوج على فريم ورك مختلف عادي جدا ولا اي حاجه. لو انت الفريم ورك ده مش عاجبك، او مثلا المكاتب اللي تقدمها شركه مايكروسوفت مش عاجبك، هتلاقي عادي اكيد في حاجات تانية بتاعت جوجل عامله فريم وركس مختلفه تشغل على اللغه بتاعتك، وعلى حسب متطلبات المنتج بتاعك او حسب متطلبات الشركه اللي انت شغال فيها هيقولوا لك والله استعمل الفريم ورك الفلاني على اللغه الفلانيه، حسب هم عايزين ايه، يعني حسب كل شركه بتشتغل في ايه. الخطأ القاتل اللي بعد كده وهو عدم الاستفادة من الديباجينج سيستم. اي اديتور، اي فريم ورك، اي حاجة تشتغل بيها فيها ديباجينج تول، ديباجينج سيستم كامل بيبقى حاطينه لك، والله بيبقى مستثمرين فيه ملايين الدولارات يا جماعة، حرام ما تستخدمهوش. الديباجينج سيستم او الديباجينج تول ده بيبقى يعني حرفيا لو انت اتعلمته صح وفهمت الليلة بتاعته كلها مفيش اخطاء بعد كده، مش هطلع اخطاء. يعني انا في حاجه بعملها، مش تفاخر والله ولا اي حاجه، بس نادرا لما بطلع خطا في الكود بتاعي بتاع الاندرويد، لما بعمل اي تطبيق ولا بتاع ما بطلعش اخطاء كتيره. ليه؟ لان انا بعمل ديباج سيستم كده لذيذ، كل حاجه بعملها بديباج كل فانكشن لوحديها، بعمل كل الكلام ده، لما بخلص الكود كله واجمع واظبط واعمل رن الاول مره غالبا ما بطلعش اخطاء. مفيش بقى اقعد في الخطا اسبوع والكلام ده، لا ما بيطلعش، انا بستفاد من الديباجنج تولز اللي عندي بتاعت الاندرويد ستوديو ذات نفسه. ادخل شوف الايديتور اللي انت الفريم ورك اللي انت بتستخدمه ايا كان، فيجوال ستوديو زي ما انا قلت او اندرويد ستوديو مثلا او اكليبس او كود بلوكس، ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدمها، شوف الديباجنج تولز اللي متاحه فيها، ادوات الديباجنج اللي تخليك تعرف تشوف فاريبل من اول ما بدا الكود اللي دخل في فاريبل ده، اللي خرج منه، دخل مش عارف اعمل ايه، القيمه اتغيرت هنا، القيمه نقصت هنا، الفاريبل جاني فاضي، كل الكلام ده هتعرف تعمله من الديباجنج تول بتاعتك، عشان ما تقعدش تهلك دماغك تقول ايه الخطا جاي منين. شوف يا معلم ما تستخسرش في الموضوع ده، شركات كبيره مستثمره ملايين بالله عليكم في الحاجات دي، فيعني حاول تستفادوا منها. الخطا التاسع، انا عارف الحلقه طولت بس الحلقه دي مهمه. الخطا التاسع وهو عدم ترويق الشغل. يعني ايه ترويق الشغل؟ في مقوله بيقول لك اهم من الشغل هو تظبيط الشغل. تظبيط الشغل بمعنى ان انت خلصت الكود بتاعك كله شغال كله تمام باي مشروع انت اشتغلت فيه، حتى ان انت كتبت فانكشن وعملت لها كومنت، عملت فاريبل ما استخدمتوش، عملت مش عارف ايه وسبته على جنب، عملت كومنت ملوش لازمه وسبته ونسيته وانت شغال مشغول طبعا بتحاول تفكر في تحل المشكله اللي عندك. الكلام ده كله لازم يتشال قبل ما تسلم الكود بتاعك، قبل ما تطلع برودكشن لازم تنظف، الكلام ده كله عشان اللي بعدك يشتغل على نظافه. حاجة تانية، لازم تعمل باك اب لأي شغل أنت بتعمله. ما تعملش الشغل، كتبت كودك، اشتغل بتاع، ارمي، سلم يا معلم وامسح لي كل الكلام ده، أنا زهقان منه أساسا. لا، الكلام ده غلط، الكلام ده هيضرك بطريقة كتيرة جدا. أنا ممكن أتكلم على سيستم اللي أنا بستخدمه للموضوع ده، سيستم سهل جدا. في أول بداية الكارير بتاعتي كان بيخليني أعمل التطبيق مثلا في فترة طويلة، دلوقتي أي أبلكيشن عايز أعمله تقريبا بعمل بازل. يعني الموضوع بيبقى بركب حاجات على بعض، الموضوع بيشتغل على طول، أنا عامل باك اب لكل حاجة أنا استعملتها قبل كده، ولكل كود أنا كتبته في حياتي قبل كده، عامل له باك اب عندي على الجهاز وفي أكتر من كلاود كمان عشان أتفادى إن هو يضيع مني. فالموضوع ده بيسهل عليك الشغل بتاعك وبيخلي الدنيا شغالة بطريقة كويسة. الخطأ العاشر والأخير نختم بيه الحلقة بتاعتنا، وهو الاعتقاد إنك عارف كل شيء في الشغل بتاعك، وده غلط. لأن اللحظة اللي أنت تبقى تقول والله أنا عارف كل حاجة في المجال بتاعي، كونجراتوليشنز يا معلم، أنت كده خرجت من المسار العلمي أساساً، أنت كده بتاع كفتة. لأن مفيش حاجة اسمها أنا عرفت كل حاجة، أنت لازم تفضل في مسار التعليم المستمر، لازم تفضل تتعلم تقريباً كل يوم. في باشمهندس محمد حماد أنصحكم تتابعوه، الراجل ده يعني من التوب ليدرز في المجال في الشرق الاوسط كله واعتقد في العالم، دايما بيؤكد على موضوع المذاكره والدراسه، وهو لحد دلوقتي بيذاكر وبيدرس، وده يعني حد زي ما بقول من عظماء المجال. فلازم اهميه الدراسه والاستمراريه في الدراسه وفهم السيستم بتاعك وفهم الشغل بتاعك، ده هيفيدك وهيميزك وهيختصر عليك خطوات بالهبل وهيخلي ليك سعر، وده الاهم على ما اعتقد يعني. كده خلصت العشر حاجات يا جماعه. لو الحلقه عجبتكم اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات، واهم حاجه الشير، واشوفكم الحلقه الجايه. والسلام عليكم. باي.